جملة الريفر شبيهة جملة الجرانت تقريبا هي تمام، بس جرانت يعني تعطي حقوق. لما اقول له ريفر معناها اسحب الحق، تمام، معناها ايه؟ اسحب الحق. وبنفس الاسلوب زي ما كنا بنقدر نقول له اسحب حق الكريت، حق الدروب، حق الابديت، حق زيها بالظبط، زيها الايه؟ زي الثانيه. يعني مثلا ممكن اقول ريفوك الانسيرت مثلا، او ريفوك مثلا الابديت مثلا، عادي ريفوك الكرييت تيبل، كرييت مش عارف ايه، كل الكلام ده انا اقدر ايه؟ اقدر اعمله. مثلا ريفوك الالتر مثلا، مثلا مش هديله الالتر والكرييت مثلا من كله لايمان مثلا، فاهمني؟ مثلا اقول اسحب الصلاحيه دي من ايمان. فانا لما اروح اقول له على اس كيو ال واقول له نفذ الكلام ده، قلت له جو، قال لي ايه؟ ريفوك ايمان اد لوكال هوست مش عارف ايه دي مالها، قايل له ريفوك اون مظبوطه، ريفوك هو اسمها ريفوك ار اي بي او مظبوط مظبوط صح، ار اي في او كي مظبوط ريفوك. انا قلت له ريفوك التر اون كذا كذا، التر مكتوبه غلط، التر مكتوبه صح، كل الكلام مظبوط. ايه بقى مشكلتك؟ لوجن جوه اللي قال لي هو مش قادر يريفوك. ماشي، ممكن بس هنا على، طب انا هخرج من الايمان واعمل لوجن على احمد، احمد الباسورد بتاعه سكور باسورد، تمام، وقلت له انت عامل، انت نفذ انت الامر بتاع الريبوك كده، احنا قلنا ريبوك هو خلاص بس الامر والامر باظ مني، انا اكتبه من اول ريبوك التر اون اس دوت استرسك، تمام، لمين بقى؟ اقول له فروم ايمان ات لوكال هوست قال مالكش حق تعمل ريبوك. ماشي احمد مفهوم ماليش حق ان انا اعمل ريبوك، دي مفهومه، ما معقوله احمد ملوش حق يعمل ريبوك، ماشي، لكن الماستر المفروض ليه حق، اللي هو مين الماستر؟ اللي هو روت يعني. فانا هاخد مثلا من احمد واعمل لوجن على، اعمل لوجن مش على احمد، على روت، روت من غير باسورد، تمام، دخل شوف بس نفذ لي الريفوك دي، مش عارف ليه لما بعمل كده السبيسز عنده بتحصل لها كله في، يعني لازم اكتبها بالورق ريفوك، تمام، التر كريت اون كله، ممكن تكون هي مش واخده، عشان احنا مش مدينها كله سكول دوت استرسك، ماشي، تو مش تو بقى، تو ايه؟ فروم ايه اللي انا بقوله؟ تو فروم ايمان ات لوكال هوست، تمام، قال لي تمام. يبقى احنا بس كنا غلطانين يا جماعه في تو، هو انا ما بجرانت ليك، بقول لك جرانت تو فلان صح، جرانت لفلان، اما بعمل ريفوك اقول له ريفوك فروم فلان،
شيل من فلان. لما اقول grant اقول grant to to فلان، هنا بعمل revoke revoke from ايه؟ from فلان. تمام كده بس، يعني اسحب صلاحيه من كذا تبقى from كذا. ماشي كده؟ لكن في الاون بعد في التو grant بقى بديها تو. فطبعا بس مش اكتر من كده، طبعا مش هشرح اكتر من كده في الريبوك، عشان الريبوك تقدر لان هي كل الاوامر اللي كنا بنديها في الجرانت هي نفس كل الحاجات اللي ممكن نعملها في الريبوك، بس هنا بدل الجرانت بكتب كلمه ريبوك، وبدل تو بكتب ايه؟ بكتب فروم، وبشتغل بنفس العمليات بالظبط، ودي بتدي ودي بتسحب. تمام كده؟ عشان بس ايه ما نضيعش وقتنا فيها اكتر من اللازم، هي نفس الفكره بالظبط يعني. طيب دي حاجه في الريبوك. كان عندنا الباسورد، الباسورد كان فيه مشكله صح؟ باسورد بتاع ايمان كان فيه مشكله. ف انا ممكن انا عامل لوجن هنا كمين؟ اخر واحد عامل لوجن كان تقريبا كان روت. ماشي؟ فاقدر جاي عامل ايه؟ كان عندنا مشكله في ايمان ما كانش ليها باسورد على اللوجن، ده كان مش عاجبني. لو انا عايز اعمل تشينجنج للباسورد هل ينفع اعمل تشينج للباسورد؟ اقول ست تمام باسورد، سيت الباسورد تمام فور فلان، فور سيت الباسورد فور مين؟ ماشي؟ فاقول له مثلا فور ايمان ات لوكال هوست، عايزك سيت الباسورد فور ايمان على لوكال هوست تمام. ومعامل باسورد يعني اقول مثلا ايه بتساوي، واقول له عايز اعمل باسورد مثلا ايمان اندرسكور باس. ماشي؟ يبقى سيت الباسورد فور ايمان لوكال هوست بتساوي وحطيت الباسورد. ماشي؟ لو طبقتها تمام ورحت قلت له جو، قال لي تمام كده عملت ايه؟ دي تشينج باسورد. دي تشينج ايه؟ دي تعتبر بالنسبه لنا تشينج للباسورد. ماشي؟ حلو. دلوقتي لو انا دخلت رحت هنا اهو قمت عامل خروج وقمت عامل لوجن على ايميل وقلت له بقى الباسورد بتاع ايمان، هو كان بيرفض صح، بس اكتشفنا ان ايمان ما كانش ليها باسورد على اللوكال هوست. دلوقتي انا اهو عملت لها باسورد ودخلت بالباسورد ما عنديش مشكله. تمام؟ يعني قدرت اعمل تشينجنج للباسورد او اقدر اغير الايه؟ اغير الباسورد. تمام؟ حلو. ممكن اعمل حاجه ثانيه برضو في الباسورد، ان انا اقول انتر يوزر. لو انا مثلا الباسورد بتاع ايمان شكيت ان هو اتسرق مش عارف ايه مثلا، فممكن اقول انتر يوزر واقول له ايمان ات لوكال هوست. ماشي كده بقول انتر يوزر اللي هو ايمان، اقول له باسورد، بس انا مش عايز اغير الباسورد بتاعها عشان مش هتعرفش تخش، انا عايز بس ايه اخليها تعدي الباسورد اللي بيتحس ان هو في مشكله. ممكن اكتب كلمه اكسباير، اكسباير معناه انه خلاص ما بقاش صالح، المفترض لما تيجي تخش هو هيقول لا لو سمحت اعمل لي باسورد جديد. يعني لو عملت كده ورحت على اس كيو ال وقلت له يلا التر يوزر اسمه ايمان لو كان هوست باسورد اكسباير، فانا ايه هو زعلان ليه زي ما كده؟ قلت له يلا جو تمام، قال لي مظبوط. قلت له طيب هرجع هنا، طبعا هنا ايمان هي اللي داخله دلوقتي، قلت له شو داتا بيزس، قال لي ما عنديش مشكله، طبعا هي شغاله يوز سكول مش هيقول لها مشكله، مش مشكلة. طيب هعمل لوج اوت، عملت ايه؟ ده خليني اخرج، طب انا هنسى تاني اليو ار ال ده، انا عايز اتعب نفسي معلش. فقلت له تشينج دايركتري وبعدين هقول له هقول له نقطة سلاش مود اس كيو ال داش داش يوزر اسمه ايمان، يبقى تاني داش داش باس كمان دوست انتر
حصل يو ار يو زر ناقصه حاجه تاني داش داش يوزر كانت ناقصه ار قال اللوجن طبعا انتر باسورد قلت له بقى باسورد من غير بقى باسورد لا ادخل باسورد ايميل تمام لا هو كان المفروض كان يقول لي تشينج يور باسورد لان انا عملته اكسباير انا عملت الباسورد بتاعها اكسباير فالمفترض ان هو يطلب مني ما اعرفش ليه ما طلبش لسه بس هو المفترض دلوقتي ان هو كده يخليه يقدر يغير الايه بس طبعا ده من اول فيجن 5.6 كده انا بجبر اليوزر ان لازم يغير الباسورد بتاعه فممكن وارد يكون ده الفيرجن ده يكون اقدم من كده عشان كده مش مديني ان انا اقدر اغير الايه اليوزر هو المفروض دلوقتي لو ده فيرجن عالي كانت الامر دوت هيخليك كان هيخلينا ايه نقدر نخليه خلاص اول ما يجي يعمل لوجن من اول وجديد يقول له لو سمحت غير الباسورد لان الباسورد ايه كان ضايع ماشي طبعا لو انا عايز اسيت الباسورد طبعا هو سيت باسورد فور اخدناه اخدنا الامر خلاص بتاع الباسورد اهو سيت باسورد فور فلان بيساوي ومحطط الباسورد بتاعي زي ما انا عايز تمام كده طيب طب لو انا نسيت الباسورد بتاع الروت او الروت اصلا بالنسبه لي عندي فيه مشكله هعمل ايه؟ تمام؟ هقول له ابديت تمام؟ انا نسيت الباسورد بتاع الروت ذات نفسه يعني الماي اس كيو ال ده اسم الداتابيز دوت اليوزر خلاص عايز ابديت الماي اس كيو ال دوت يوزر هسيت الباسورد ماشي وهقول له مثلا ايه هدي له على الفانكشن اسمها باسورد اللي بتعمل الهاشنج والروت هخلي باسورده روت اندرسكور باس مثلا ماشي بس بقى مش لكل الناس وير كده انا بمشي في التيبل بتاع الماي سيكول اللي هو جدول اللي هو الداتابيز بتاع الماي سيكول على طول خلاص لازم اقول له وير ان اليوزر يكون ايكوال روت تمام يكون ايكوال ايه يكون ايكوال روت تعال نجرب الامر الجميل ده عملت اس كيو ال دخلت كده في روت باس وقلت له جو ضرب ايرور قال لي الباسورد ما بقاش ابديتبل المفروض الامر ده كان شغال معايا ما بقاش ابديتبل هو بيقول لي دلوقتي انا هو رافض ان انا اقدر يعني اعمل تعديل مباشر في تيبل اللي اسمه او في الكولوم اللي اسمه باسورد مش مديني صلاحيه ان انا اقدر اعمل ده يعني خلاص ماشي اوكي يعني المفروض ان هو كان الامر ده يبقى معانا كويس احنا داخلنا بمين داخل بروت ولا داخل تحت ايمان طبعا انا ما عمرك تقدر تدي الحته دي لباسورد مين لروت اساسا ولا كلام من ده يعني مش تتعامل معانا ان هي واخده حقوق اقل من كده تمام يبقى الامر ده ما ردش معاك تمام مش مشكله مش مشكله لان هو ما بقاش الفيلد بتاع الباسورد ما بقاش ابديتد طب ايه الحل بتاعه الحل بتاعه ان انا اعمل سيت باسورد يعني الحل بتاعه بدل ارجع تاني البديل البديل بتاعنا ان انا هقول له سيت باسورد فور روت هات لوكال هوست وادي له باسورد كده تمام بس طبعا تلاحظ لو رجعنا على السيرفر وقلنا يوزر اكونتس هتلاقي روت واخد بص على ايه على ده لوكال هوست اهو واخد نوم مفيش باسورد تو تايم تعال نشوف الحل البديل هينفع معانا ولا لا قلت له جو قال لي ده تمام ما عنديش مشكله يبقى ده الامر ده بالنسبه لنا تمام مفيش مشكله يقدر يعمل
باسورد للروت، جيت اعمل ريفريش كل حاجه بوم. ليه؟ لان البي اتش بي ماي ادمن عشان تكونكت هنا كانت بتكونكت على روت على اللوكال هوست وما كانش فيه باسورد، فدلوقتي بقى فيه باسورد، فالكونفجريشن بتاع البي اتش بي ماي ادمن اصلا عمل بوم، لان هو ما كانش مجهز نفسه ان هو لازم يعمل ان هو يخش بباسورد، هو مجهز نفسه ما يخش من غير باسورد. طبعا ده في البي اتش بي ماي ادمن ذات نفسه يعني ظبط نفسه على كده. طيب طبعا هتضطر تخش في الاباتشي، وعندنا كونفجريشن خاص بالبي اتش بي ماي ادمن، دي كونفجريشنز كلها عشان يقدر يخش. تمام، وهندور كده هل اليوزرز موجودين، هل في اي اعدادات خاصه باليوزر والاخر. طبعا دي كلها يعني ايه قصه بتاعتنا. انا قلت له لو دخلت كده رحت على كونفجريشن دوت انك دوت بي اتش بي، دخلت لقيت ان في سيرفر كان مظبط نفسه يخش على روت تمام ويخش بعد كده على باسورد من غير باسورد وكل حاجه. طب قلت له الباسورد بقى اسمه روت اندر سكور باس تمام، ودوست سيف وقفلت ورجعت نعمل ايه ريفريش قبل كده اشتغل معايا تمام، لان هو بقى في الاعدادات بتاعته بدا يفهم كونفجريشن بي اتش بي ماي ادمن. طبعا دي خاصه بالبي اتش بي ماي ادمن يعني اللي انا عملته كونفجريشن. افتح من هنا بي اتش بي ماي ادمن كونفجريشن، فتحت الكونفجريشن. طيب انا وجوه روت هنا وانا هنا دي الاعدادات بتاعتي. طب لو انا مش عايز كده، مش عايز انا ابقى محدد في الاعدادات انه يخش هنا على الادمن بالمنظر عادي اتس اوكي، اكمل طبعا بي اتش بي ماي ادمن. لو دخلنا في بي اتش بي ماي ادمن وفي الاوثنتيكيشن تايب دي، بدل ما اقول له بقى انت الاوثنتيكيشن تايب بتجيبها من الكونفجريشن وادي الروت وادي الروت باسورد، انا لا ممكن اشيل ده كله ماشي. انا ممكن بس عشان ما اضيعهم لكم ما اضيعش الكونفجريشن ممكن اعمل كده اوقفهم يعني. فكده انا وقفتهم، وقفت السيرفر ياخد الاوثنتيكيشن تايب كونفجريشن، ووقفت ان اليوزر روت والباسورد يعني من الاخر شلتهم كده. طب دلوقتي انا عملت كده قلت له لا، هو بس انا سبت الاكستنشن ماي اس كيو ال اي وقلاه نو باسورد ترو، طبعا ده برضه غلط ممكن اشيلها وخلاص. المهم انا وقفتهم دول، ايه اللي هيحصل بقى معايا كده؟ كده هيطلب مني كل مره اخش اليوزر نيم والباسورد، وانا بحب الاسلوب ده. لو عملت ريفريش تمام جدا، بس كل مره اجي لوجن على البي اتش بي ادمن يقول لي لو سمحت دخل يوزر نيم وباسورد، فاقول له مثلا روت، اقول له مثلا لو قلت له طب من غير باسورد تمام، هيقول لي مش قادر اكونكت والباسورد نو، لا قلت له طب ماشي روت وباس وجو تمام كده بقى مظبوط، كده الشغل بقى ايه بقى مظبوط. قلت له طب كويس جدا، طبعا عايز تعمل لوج اوت خرجنا، عايز دلوقتي اخش باحمد بقى من غير ما نستخدم الكوماند برومبت او ايمان او غيره. فلو دخلت مثلا بايمان والباسورد ايمان اندر سكور باس وعملت لوجن دخلت لها ايمان، طبعا تلاحظوا ان عشان ايمان واخدها حقوق قليله قوي مش مفتوح لها هنا حاجه، و وفي بعض المعلومات يو ماست سيت باسورد اهي اللي احنا عملناها. الله ينور عليك، امال ما انا كنت زعلان. يبقى الامر ده اشتغل اهو، اللي هو الباسورد اكسباير ده صح ولا ايه؟ الباسورد اكسباير اشتغل، والدليل اهو اشتغل على قال لي لو سمحت انت الباسورد بتاعك اكسباير، والدليل ان انا جيت اخش في الكاركتر سيت مش عارف بتاعت ايه في الانفورميشن سكيما، لقيت ان الباسورد بتاعك اكسباير بس ما تخش تاني. بس طول ما تخش هتشينج الباسورد، قال لي طبعا انت مش واخد حق انك تغير الباسورد بتاع مش عارف ايه يعني، ضرب مني لان طبعا انا مقفل لها الحقوق خالص يعني، انا مش مديها غير ان هي هتخش على السيكوال تكتب شويه اوامر على قدها بس، فاهمني؟ مش مديها اكتر من كده، لكن هي شغاله يعني تخش تكتب اوامرها بس. اللي حصل مش عارف رحت على الدوكيومنتيشن، انا دوست غلط تقريبا، دوست على الدوكيومنتيشن بدل يعني دوست على الهيلب بدل ما ادوس على اللوج اوت. طيب